بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الاثنين الموافق 12 اكتوبر وصول الدفعة 15 من لحوم سكوك الأضاحي، وهي عبارة عن 4 أطنان من اللحوم، وبحضور مفتش الوزارة وحضور السادة مدير الإدارات الفرعية لتوزيعها على الأماكن الأكثر فقرا واحتياجا بناء على تعليمات وزارة الأوقاف وتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وتوفيقه. اليوم الاثنين 12/10/2020 تسلمت مديرية أوقاف إسماعيلية 4 طن من لحوم سكوك الأضاحي، ليبلغ إجمالي ما وصل إلى الإسماعيلية 39 طن من لحوم سكوك الأضاحي، لتوزع على الإدارات الفرعية والمساجد الكبرى ليتم توزيعها على الأسر أولى بالرعاية. وصل اللهم مولانا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الصادق الوعد الأمين، وعلى الآل والصحب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وصل اليوم الاثنين 12/10/2020 إلى مديرية الأوقاف ببورسعيد عدد 2 طن لحوم سكوك الأضاحي، وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر الاحتياجا تحت رعاية الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة حفظه الله ورعاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشعبها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحيم، اليوم الاثنين 12/10/2020 تم بحمد الله وصول عربة لحوم الأضاحي لمديرية أوقاف كفر الشيخ، محملة ب4 أطنان من اللحوم، لتصل جملة ما وصل إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ منذ أن بدأ التوزيع حتى تاريخه 33 طنا من اللحوم، وذلك لتوزيعها على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا. الشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على هذه السنة الحسنة، جعلها الله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.